من بقايا قماش ومجموعة من القطن والخيوط إلى عرائس ودمى تخفي داخلها قصصا وحكايات لمجموعة من الأرامل السوريات هربن من الحرب في بلادهن وفقدن شريك الحياة ليصبحن المعيل الوحيد لأولادهن، فلجأن إلى صناعة الدمى وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤمنين بذلك وسيلة تكفل حياة كريمة لأطفالهن. يهدف المشرفون على هذا المركز التعليمي في الريحانية الذي أسس عام 2017 بالتعاون بين هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة راف الخيرية القطرية إلى مساعدة هؤلاء النسوة على مواجهة صعوبات الحياة عبر تعليمهن طرق صناعة الدمى بمختلف أشكالها، ومن ثم بيعها لمواجهة بنات الدهر كما وصفها المتنبي. مهن بسيطة لكنها تختزل معاني إرادة الحياة وبث البهجة في نفوس أطفال قد يبدو الحاضر قاتم الألوان بالنسبة إليهم، لكن المستقبل ربما يبتسم لهم ولهؤلاء السيدات المكافحات من أجل تأمين حياة كريمة لهن ولأطفالهن.